المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شجون الأنس. كنا في الحلقة الماضية انتهينا إلى مقتل أبي الطيب أحمد بن المتنبي، وكان مقتله مأساويا كما رأينا، ولعل طموحه الكبير وآماله التي كان يتوق إليها كل هذا قد قضي عليه بمقتله ذاك. ولكن أبا الطيب المتنبي مات وقد شغل الدنيا حتى الآن. الناس انشغلوا بحياته وانشغلوا بشعره، ونحن نريد أن نقف عند بعض المسائل في شعره التي لا يمكن أن يستغني عنها كل أديب في عصر من العصور. وفي هذا الشأن كنت أقول إن أبا الطيب المتنبي الذي استطاع أن يرسخ لمعاني الفروسية والرجولة والقوة، ظل ذكره يردد في هذا الشأن وسيظل كذلك، فهو الشاعر الوحيد الذي ما خفت ذكره ولا غاب عن مشهد الشعر العربي. وفي فروسيته هذه كان أبو الطيب يأتي بالمعاني الدقاق ويصوغها صياغة عجيبة، ولعل هذه الصياغة كانت سببا في أن تخلد تلك المعاني. فمن ذلك مثلا أنه كان يصف فتوة البادية التي كان يألفها في زمان من الأزمان مع أصدقائه الذين كانوا يذهبون مذهبه. تذكرت ما بين العذيب وبارقي، مجر عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق. هم لأنهم فرسان كانوا يألفون الصيد، وحينما يصطادون بسلاحهم ما تبقى من ما قتلوا به الأعداء في رؤوسهم في مفارقهم، ما قطعوا به الرؤوس يستعملونه لذبح القنص. وهذا غاية في الفروسية، أن الرجل يمضي في الفلات يأكل من الصيد الذي يصطاده بنفسه، ثم يستعمل السلاح ما تبقى من السلاح الذي قتل به الأعداء، فإذا جاع أكل من صيده. وهذا الأمر صياغته عجيبة في هذين البيتين عند أبي الطيب المتنبي. تذكرت ما بين العذيب وبارقي، مجر عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق. فقال لي بعضهم: أبو الطيب المتنبي مع فروسيته هذه ومع ما يتجشمه من الأهوال ومع فصاحته وبيانه ومع شهرته، ألم يكن يألف، ألم يكن يتخذ لنفسه حبيبة تمتص عنده أو تمتص عنه كل هذا الذي يشعر به من نكد الدنيا؟ قلت له: أبو الطيب المتنبي كان يحاول أن يغالب هذا، طالما أنه بشر لابد أنه كان قلبه يخفق، ولكنه كان يحاول أن يستعلي على هذا كله. نحن نعرف أن أول امرأة في حياة
أبي الطيب المتنبي، بل هي أخطر امرأة وأهم أنثى في حياته، هي جدته لأمه التي ربته، ولعلها أسرت إليه بأسرار، ولعلها كانت كما وصفها حازمة جدا، أخذته بالحزم والشدة مع العطف والحنان. والرجل لما ذهب إلى البادية في أسفاره كتبت إليه كتابا وهي بالكوفة، تقول له في كتابها هذا إنها تشعر بدنو أجلها وتريد أن تراه قبل أن تموت. فحاول أبو الطيب دخول الكوفة ليلقاها كما طلبت، ولكنه منع من دخول الكوفة، فذهب إلى بغداد وكتب إليها كتابا. فلما جاء كتابه إليها فرحت به فرحا عظيما، وصارت تقبل هذا الكتاب، فحمت فماتت من فرحها، أصابتها الحمى فماتت. فحزن أبو الطيب عليها حزنا عظيما، وكتب قصيدة تعد من أهم قصائد أبي الطيب المتنبي، ونحن نذكرها هنا محاولين الإجابة عن سؤال الأنثى في شعر أبي الطيب المتنبي. قال: ألا لا أري الأحداث مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما، إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى، يعود كما أبدي ويكري كما أرمى، لك الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصما. أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضما، أتاها كتابي بعد يأس وترحة، فماتت سرورا بي فمت بها غما. تعجبوا من لفظي وخطي كأنما ترى بحروف السطر أغربة عصما، وتلثمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها سحما. هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى. وقد كنت أستسقي الغمام لقبرها، وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصما. فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئا حلما، وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما. ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخمة كونك لي أمة. وفي هذا البيت نتوقف قليلا. ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخمة كونك لي أمة. يذهب طه حسين إلى أن هذا البيت يدل دلالة قاطعة على أن أبا الطيب المتنبي لم يكن يتكئ على نسب عال أو على نسب شريف، ولهذا فهو يكتفي بأن يجعل فخر أمه التي هي جدته بأنها ولدته هو.
أما الأستاذ محمود محمد شاكر فهو يذهب إلى أننا نستطيع أن نقرأ هذا البيت قراءة أخرى، ألا وهي أن أبا الطيب المتنبي يفتخر بنسبه، والدليل على ذلك أننا نأخذ هذا البيت مع بيت آخر قاله في القصيدة، ألا وهو البيت الذي يشير فيه إلى نسبه: وإنا لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم، وإنا لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف من الأنفة